السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد بلوشي من قناة المستقبل. معكم أخوكم مطلق الشمري. اليوم إن شاء الله راح نكلمكم عن أهم مواصفات الآيفون 6S. هنتكلم على أول نقطة بخصوص الديزاين. الديزاين طبعا صار بنية الجهاز أقوى من قبل، وهذا اللي يبرر لنا زيادة في الوزن. المواصفة الثانية تخص البروسيسور، البروسيسور صار A9 64 بت، والرام صار 2 جي بي. الميزة الجديدة بالسوفتوير بعد في وضع السيف مود، لو وضع توفير الطاقة. هذا الوضع مثل ما صرحت أبل أنه ممكن تقدر توفر 3 ساعات البطارية. الميزة الثانية بعد اللي هي أقدر أشوف البرامج اللي تستهلك البطارية وكم نسبتها. أول شغلة ممكن راح تواجهكم مميزات الجديدة في الجهاز إنه صار البن أو الرمز السري لقفل الجهاز كان 4 أرقام، الحين صار 6 أرقام. ولاحظت بعض العملاء قاعد يحط الـ6 أرقام يفتكر إنها إجباري، بس هي بالخيارات يقدر يعدلها. أول ما تفتح الشاشة نفسها القفل تحط رمز رقمي من 4 أرقام، وهذا الخيار يقدر يردك لاختيار 4 أرقام. في ميزة نزلت بعد حلوة اللي هو 3D Touch. هذه الميزة حلوة اني اقدر اضغط على التطبيق نفسه ويعطيني الخيارات اللي اقدر اسويها بالتطبيق. عندي بعد طبعا لازم افعلها الخدمة هذه في الاعدادات، واقدر استخدم اي برنامج ادز منه باختصار شيء اللي انا بيه. نتكلم عن الكاميرا، كاميرا ايفون 6S. بالنسبة للكاميرا، كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل اي سايت، والكاميرا امامية 5 ميجا بكسل اي سايت. لكن في فكرة ذكية من ناحية الكاميرا امامية سيلفي، اللي هي نستخدم الشاشة كفلاش. بالإضافة إلى لو تكلم عن 4K Recording، بإمكاني أني أغير من خلال Settings Photos and Camera وأغير من 4K إلى HD أو إلى 720p. هذا من ناحية الكاميرا. في مواصفة جديدة بعد بالستوديو صارت أفضل من قبل، أني مثلا عندي أعداد كبيرة من الصور أقدر أتصفحها بطريقة أسرع من تحت، وفي عندي بعد طريقة ثانية أقدر أحدد أكثر عدد من الصور نفس طريقة الماوس، بحدد بطريقة أسهل. صارت هذه في الاستوديو ما كانت موجودة قبل. نتكلم عن السيري اللي هو Voice Command في iOS 9. في iPhone 6S تحسن السيري بعد الأبديت الجديد iOS 9 إنه يصير Always On، بمعنى من خلال جهاز ستاند باي أقول هي سيري، راح يتجاوب معي سيري، فأقول له مثلا دق لي على كول فلان، فراح يدق على فلان. أقول له مثلا والله شنو الجو الطقس اليوم في الكويت أو في أي كان. فمن خلال ستاند باي أو أولويز أون سيري، هذا شيء ممتاز من ناحية الآيوس 9. بخصوص الشيء الجديد في أبل، هالمرة دخلت لون جديد اللي هو اللون الوردي ذهبي على ذهبي. هذا إن شاء الله متوفر عندنا في أفرع شركة المستقبل. إن شاء الله يكون الفيديو حاز على رضاكم، واختصرنا كثير من الفيديو. وإذا كان عندكم أي استفسار أو ملاحظات، يليت حطونا في الكومنتس. لا تنسون لايك وسبسكرايب. في أمان الله.